مرحبا ومرحبا بكم في أكاديمية أفي ضرب بالنسبة للبداية ديالنا فالبداية كانت الموسم السابق في شهر تسعود فالحمد لله لأ أنا لا حسن في الكردي فقررنا أننا ندير واحد الأكاديمي باش يمكن لنا أننا نأطرو الوليدات وكذلك كنكونوا الوليدات اللي اللي تتراوح الاعمار ديالهم ما بين 6 سنوات و سنه فهذا هو لاج لاج ديال 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 دي دي التكوين فالحمد لله مشكورين الناس اللي ساعدونا لا من لا من اباء واولياء أو ديال 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 دي دي الوليدات وكذلك الحاج في محمد القنفودي اللي تحدينا فرصه اننا نشتغلوا في هذا في هذا الكادر فالحمد لله الامور غدا في الشكل اللي تصاعدي فالحمد لله العدد كاين واحد الاقبال كبير بالنسبه للاكاديمي على الموسم السابق فالحمد لله حنا تنشتغلوا بواحد الاحترافيه بواحد المهنيه باش يمكن لينا اننا نكونوا هاد الوليدات و... والاهم في هذا الشيء هو اننا تنخدموا الكره المغربيه فكيف تتعرف فجميع جميع الفرق الوطنية فما عطينش واحد الاهتمام كبير بالنسبة للتكوين أكثر من من الفريق الأول فهذا راجع للضغوطات ديال الجماهير فالجماهير الجماهير المغربية فهي تتبغي النتيجة بالنسبة للفريق الأول فهذا تعطي بأن للمسيرين لرؤساء الفرق أنهم يركزوا على الفرق الفرق الكبرى على الفرق على, على الفئات الفنية ف تنظن بان بالنسبه للجامعه وكذلك العصب فهم يلعبوا واحد الدور كبير في مجال التكوين تكوين اللاعبين وكذلك تكوين الاطر وتنظن بان لازم على الفرق انها تثير البرنامج وكذلك الخطه اللي غدا فيها الجامعه الملكيه لكره القدم وبهذه فلا في فوزي لا في فوز القياع لا كذلك في جمال فتحي جمال فهم مشكورين ففتحي جمال فهو تيلعب واحد الدور كبير في التكوين ديال ديال الاطر لا هو لا جميع الاخوان اللي تي اللي تيشتغلوا في الاداره التقنيه بالمناسبة المناسبه تنشكرهم وتنظن بان لا خوف على الاطار الوطني فالحمد لله هناك اطر اطر في المستوى الكبير لازم انهم تاح لهم الفرصه انهم يشتغلوا في الفرق الوطنيه وكذلك الفرق السنيه باش يمكن لنا اننا نعطي واحد أهمية كبيره للتكوين في المغرب فبالنسبه للاشكال اللي كاين فما بقاوش ما بقاوش كيف تنقولوا المواهب كيف كانوا في السنوات السابقه فكل شيء كتعرف بان الكره الكره في الاحياء فهي تلعب واحد الدور كبير في انجاب مواهب كثيره فكيف تعرف الجميع فالان فلا المفاحات اللي غادي يزولوا فيها اللاعبين في الشارع فهي قلات فهناك بنايات هناك مشاريع كبيرة هذا تنظن بانه قلل من المواهب وهذا ما تيعنيش بان كاين المواهب اللي اللي لازم ان نعتني بها وان شاء الله باذن الله فلا خوف على لا تكوين لا المواهب فالمغرب فهو تيضخم بواحد المواهب اللي كبيره الاشكال اللي كاين هو العنايه تنتمنى من جميع جميع الفرق وتن تن, وتن تن تنأكد على الفرق الوطنيه اللي عندها واحد فات كبير في مدينه الدار البيضاء لا فريق الوداد الرياضي ولا فريق الرجاء البيضاوي ولا الفرق الاخرى انهم يشتغلوا بواحد الاحترافيه ويعطوا اهميه للفئات الفنيه اللي هما تنظن بها انه هو المشتل ديال اللاعبين كل شيء تعرف في هذه السنوات الاخيره فالمواهب فهم قلات اللاعبين اللي في المستوى الكبير فهم قلوا فتنظن بان قله الفرق, الفرق, اللي في الاحياء وكذلك انه كثره الاكاديميات اللي كاينين فهما غالبا اكاديميات اللي هما خاصه فلازم انك 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 تادي ثمن الانخراط يمكن ان الولد ديالك ولا البنت ديالك انها تشارك في هذه في هذه في هذه الاكاديميات اللي هما خاصه فهذا تنظن بانه عائق بالنسبه للناس اللي اللي ما عندهمش واحد الامكانيات كبيره فتنظن نظن بان اللاعبين جميع اللاعبين اللي اللي على مر التاريخ ديال ديال الكره الوطنيه فهم من واحد الفئه اللي هي متوسطه ولا فقيره فتنظن بانهم ما عندهمش واحد واحد الفرصه بانهم يمكن انهم يندمجوا مع هذه الاكاديميات وهذا يعطي واحد واحد الاشياء اللي سلبيه بالنسبه للتكوين فبهذا الشكل تن... تناشد ان الفرق الوطنيه لا القسم الاول ولا الثاني ولا الهواه انهم يحلوا الباب لهذه الفئه اللي هي تضخ بواحد المواهب اللي هي كبيره بطبيعه الحال ولكن ال كيف تن... فالماده الخام فهي ماده مغربيه ممكن انهم لقاو لقاو وسط ولا لقاو واحد المجال وظروف انهم يتكونوا خارج المغرب احسن من هنا فبالنسبه لي فالجامعه فهي فهي دايره واحد المجهود كبير باش يمكن ان الفرق الوطنيه أن تشتغل بواحد 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 الشكل احترافي في مجال التكوين وتنظن بان ان الهدف ولا للجامعة ديال الجامعه ان يكونوا واحد النسبه مئويه ديال العدد اللي مكونين في الخارج يكون يساوي العدد المتكونين في المغرب باش يكون واحد واحد التساوي ما يكونش واحد واحد الفرق اللي شافع فتنشوفوا دابا جميع اللاعبين في, جميع الفرق الثنيه ديال المنتخب الوطني فهما لاعبين اللي تكونوا في خارج الوطن فتنظن بان الجامعه فهي فهي عندها واحد المشروع باش يكون واحد واحد التساوي بالنسبه للاعبين اللي مكونين في الخارج واللاعبين اللي مكونين في المغرب بطبيعة الحال فالجامعة فهي مشكورة فهي دارت واحد المشروع هدفنا أنها تكلف بـ بـ بالرواتب ديال الأطر الوطنية وكذلك الوزراء التقنيين باش يمكن أنهم يشتغلوا بواحد بواحد الأريحية وأنهم يعطوا لاعبين في المستوى تنتمنى من من الفرق أنها تفاير الاستراتيجية ديال الجامعة الملكية باش يمكن أننا ننجحوا في هذا المشروع اللي هو مشروع ديال الدولة بكاملة وباش يمكن لنا أننا في كأس في العالم ان شاء الله 2030 ان يكونوا لاعبين اللي مكونين 100% يكون منتوج مغربي 100% فكل شيء تعرف بان في الطريق في كيتيوي تقريبا شهر باش تولد التدريب وديال الفريق الاولمبي فتنظن بانه ما عندوش واحد الوقت اللي كبير باش يمكن انه يبرهن على المؤهل ديالو أنه يشتغل بواحد 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 الشكل الجيد ولكن بالنسبه ليا فالمدرب المدرب السابق شراع شرعي فالحمد لله فهو اشتغل بواحد بواحد الشيء اللي جيد وكون لاعبين ووجد لاعبين اللي في المستوى تنظن بأنه لا خوف على الفريق الاولمبي فاليوم ان شاء الله باذن الله عنده مقابله ضد فريق الارجنتيني فالارجنتين فكل شيء تعرف فهو من بين الفرق اللي كبيره وعندهم مواهب اللي بشكل كبير فنتمنى ان هذه النتيجه تكون ايجابيه باش يمكن انه تفتح المسار ديال الفريق الاولمبي ويدخل الاولمبياد ديال ديال باريس بواحد بواحد الحظ اللي هو كبير ان شاء الله فبالنسبة لنا أحسن موسم وموسم 2005 2006 فكان الغياب ديال ديال البطولة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي هو تقريبا ما بين 12 سنة و 13 سنة فهذا كانت هي بداية التوهج ديال ديال الفريق ديال الوداد فالحمد لله مع المدرب البرتغالي روما فحققنا البطولة اللي كانت تتفنى الجمهور ديال الوداد اللي أزيد من 13 سنة تنظن بانه هذيك هي بدايه ديال التوهج ديال الفريق ومن بعد فالحمد لله بالنسبه لنا فلعبنا ثلاثه ديال النهائيات جوج ديال كاس العرب وواحد ديال ديال الشامبيونز ليغ فما كتبش لنا اننا اننا نتوجوا لظروف ما كلشي تعرف بان في هذيك الظرفيه فالفرق المغربيه ما كانش عندهم واحد الوزن كبير في لاكاف فهذا هو اللي ان ان جميع الفرق في هذه الظرفيه ما ممكنش ما, ما لهم وما حققتش انجازات كبيره على بطبيعه الحال فبالنسبه ف ف بطبيعه الحال في هذيك الظرفيه فكانوا لاعبين في المستوى الكبير ممكن الظروف ما ساعدتهمش اننا نتوجوا ولكن الحمد لله بالنسبه لنا كان لنا الفضل باش يمكن ان الفريق الوداد الرياضي انه يمشي في واحد المسار الجيد فبعد المجيء ديال في فعيد نافري عشر سنوات ديال الانجازات اللي هي كانت في المستوى الكبير فتنظن بان فريق الوداد البيضاوي لا خوف على فريق الوداد البيضاوي بوجود لاعبين وكذلك مثي وكذلك للاعبين لاعبين سابقين ولا منخرطين ولا كذلك مسيرين سابقين ورؤساء فتنظن بان فريق الوداد الرياضي فهو عائله فتنتمنى ان جميع المتداخلين في الفريق ديال الوداد الرياضي انهم يديروا يد واحده باش يمكن ان فريق الوداد ان يخرج من الأثمة وتنظن بان الرئيس الحالي فهو من بين الشخصيات اللي بارزه في المغرب وعنده واحد فايت كبير تنتمنى انه يتوفق مع المدرب الجديد بطبيعه الحال فبالنسبه لي الحمد لله اول حاجه للعائله ديالي للام ديالي ولا كذلك الاب ديالي فهم ترجع لهم الفضل الكبير ان انني آه درت واحد الاثم في, في البطوله الوطنيه بالنسبه للتضحيات ديالهم لا آه في المسار ديالي آه كامل فالحمد لله انا التحقت فريق الوداد الرياضي في المدرسه سنه 1989 فالحمد لله درج جميع الفئات الفنيه من المدرسه من 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 الميناء من الكادي من جونيور فبهذه المناسبه تنشكر جميع الاطر اللي ساهمت في تكوين ديال يونس من قاري وبالنسبه لي اول مقابله اللي, اللي لعبت مع فريق الوداد الرياضي الفريق الاول كانت مع فريق فطات, فطات فاول مقابله اللي ترجع لي الفضل فهو سي حسن اللي في الظرفيه فهو اللي كان مدرب ديالنا ديال الفريق ديال الشبان وكانت واحد الاشكال ديال الفريق ديال ديال اللاعبين الكبار انهم داروا واحد الاضراب هذا اللي خلانينا الفرصه اننا احنا كلاعبين شباب اننا التحقنا بفارق الاول ولعبنا مقابله ضد ستاد بالنسبة لي هذيك اول بدايه مع سي حسن بعبيشه اللي كان مدرب ديال الشبان وكذلك مدرب مساعد لاوسكار فيروني اللي تنطرحموا عليه في هذه فاد المناسبه فالحمد لله جاورنا لاعبين اللي في المستوى الكبير امثال رضوان العلالي رشيد داودي بن شريفه لويفي فلاح نادير والقائمه طويله وكذلك الحفل الابرامي فمشكورين جميع اللاعبين اللي اللي كانوا هما في الاصل هما ابناء الفريق وكانوا تساعدوا ابناء الفريق انهم اندمجوا مع الفريق الاول فالحمد لله مشكورين لا لللاعبين لا اللاعبين انهم ساهموا اننا يمكن لنا اننا واحد المسار اللي اللي جيد مع فريق الوداد الرياضي فصراحة اللي تعرف من قارب في من قريب في البداية ديالو ولا في مدرسة فريق الوداد الرياضية ولا جميع الفئات الفنية فبالنسبة لي فالمركز اللي كنت اشتغل فهو مركز آه وسط ميدان آه هجومي آه فبالنسبة لي فنقطة التحول ديالي هو في الشبان آه أنني آه وليت تلعب ميليو تيران ديفونسيف فبالنسبة لي فبحكم المركز ديالي فلازم أن تكون عندي واحد واحد لا واحد لاتيتود اللي تكون شويه اغريسيف مي في نطاق الكره ف... فبالنسبه لي انا في الملعب عندي جوج شخصيات مختلفه لا داخل الملعب ولا خارج الملعب فالحمد لله في الملعب فبالنسبه لي فتنخدم الفريق ديالي ولا جميع الفرق اللي اللي فيهم فبالنسبه لي فهو عمل وبالنسبه لي تنتمنى انني نكون توفقت وخاب وحد النسبه اللي قليله وانني رديت الجماهير ديال الفرق اللي 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 اشتغلت معاهم وخاصه الفريق الوداد الرياضي اللي هو فريق الام اللي لعبت معاه منذ النعومه ديال الاظفار ديالي فتنتمنى تنتمنى ان الاطر وكذلك المدربين مشكورين اللي اتاحوا لي الفرصه انني اشتغلت في فريق الوداد الرياضي وكذلك لعبت ملاعبين اللي في المستوى الكبير فبالنسبة ليا ف بطبيعة الحال فبالنسبة ليا ف كيف تنقولوا في فرقعة الميدان فجميع جميع اللاعبين أكثر اللاعبين ديال وسط الميدان هجومي ولا المهاجمين ديال الفرق 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 أخرى فكيف تنقولوا ف خايدين واحد النظرة اللي إلا كان يونس دونك تيلقى واحد لا ديفيكولتي في فرقعة الميدان ولكن بالنسبة لي أنا فتنشتغل باحترافيه وتنبل القميص القميص اللي تنحمله فهذا بالنسبه لي فهو واجب باش يمكن لي انني تنخرج من من رقعة الميدان انني راضي على النفس ديالي انني اديت واحد الواجب اللي هو على الكتف ديالي فبهذه تن, تن كيف تنقولوا يسمحوا لي إلى صدر مني لاعبين سابقين اشياء اللي في رقعه الميدان اللي هي خارجه عن الاراده ديالنا فكل واحد انه تيبغي يخدم الفريق اللي تيشتغل عليه باش يمكن انه يفوز وكذلك يرضي الجمهور الرياضي فصراحة ما ما ل لك لكل زمان رجاله كيف تيقولوا فبالنسبه لي ممكن انني وكنت فهاد فهاد الظرفيه و لعبت ممكن أيكون 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 كلام اخر دابا الظروف هي احسن من 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 السابق لا من الظروف ديال الظروف الماليه ولا كذلك الظروف ديال الاشتغال وكذلك الاحترافيه اللي كاينه دابا فكان ممكن ان يونس من القاري وكان فهاد الظرفيه غيكون 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 عنده واحد المستوى اللي كبير وممكن انه يلعب في يلعب في, المنتخب الوطني ممكن انه يحترف في الفرق الكبيره في اوروبا فتنظن بان الظرفيه ديال ديك الوقت ديك الفتره فتنظن بان الظرفيه ديال فريق الوداد دي الرياضي ماشي هي الظرفيه الان فكل شيء تعرف الظرفيه اللي, اللي لعبنا فيها كانوا مشاكل كانوا صراعات داخليه بين, بين 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 المكاتب وكذلك ما بين الاشخاص اللي هما كيف تنقولوا اعداء النجاح وكذلك اللي تحاربوا الناس اللي في الداخل فممكن هذيك الظروف ما خلاتناش حنا كلاعبين اللي كنا في المستوى الكبير اننا نحقوا القاب القاب اللي هما كثيره على عكس الظروف الاتيه فكل تعرف المغرب وكذلك المكانه ديالو في, في في, الكاف وكذلك الظروف اللي اللي اشتغلوا فيها هذا الجيل الاخير مع مع الرئيس سعيد الناصري فهي كانت ظروف اللي ملائمه وظروف اللي تتفهل انهم يحققوا القاب على عكس الظروف اللي مرينا فيها احنا فبالنسبة لي فبعد الانتهاء ديال العقد ديالي مع فريق الوداد الرياضي اللي كان هو في 2010 فجاتني عروض من من فرق لي كثيره مثل شارقة مثل الشارقه مثل فريق ايطالي وكذلك كان عندي عروض من من فرق وطنيه مثل فريق الجيش الملكي وكذلك فرق اخرى فبالنسبه لي في الظروف كان لازم عليا انني نخرج من الارض الوطن كل شيء تعرف بان اي لاعب فهو تيتمنى انه يلعب في واحد المستوى اللي هو كبير وكذلك يحسن الظروف الاجتماعيه ديالو فكانت الاختيار بالنسبه لي الاتفاق فبالنسبه لي اشتغلت معهم واحد الموسم ومن بعد مشيت للفريق ديال ديال الخريطيات في قطر ومن بعد ذلك رجعت للفريق ديالي فريق الام فريق الوداد الرياضي وفي 2013 مشيت الاعاره الفريق وداد فاس ومن بعد انتهى المشوار الكروي ديالي بفريق شباب شباب المسيره فبالنسبه لي ممكن انني ونبقيت في في المغرب كان يكون احسن غادي تكون الظروف مختلفه ولكن قدر الله ما شاء فعل فالحمد لله بالنسبة لي أي تجربة بالنسبة لي تتكون ناجحة تتعرف ناس ناس, ناس أخرين عاوتاني كرة أخرى عاوتاني بلد آخر تقاليد أخرى فالحمد لله تنخلي في أي مكان فتنخلي واحد البصمة اللي هي إيجابية فمشكورين للإدارة ديال الفريق اتفاق السعودي وكذلك الفريق ديال الخريطيات اللي الحمد لله دوس معهم فترة اللي جميلة وبقات العلاقة الحمد لله إلى يومنا هذا فصراحه بالنسبة للديربيات وما الديربيات اللي كثار فاحسن ديربي بالنسبه لنا هو الديربي ديال 2005 اللي اللي حرثنا فيه في البطوله فهو كان كان كانت مقابله اللي هي كانت نقطة احتفال بالنسبة للفريق الوداد الرياضي وكذلك الجمهور فقبل ثلاث مقابلات على انتهاء البطولة فجاء كان مقابلة ديال الديربي فكانت خفنا نقطة واحدة باش يمكن لنا أننا نتوجوا فالحمد لله جات في الدقيقه الاخيره هدف ديال هشام بتاع بالتعادل فالحمد لله هذا من بين احسن الديربيات وكاينين ديربيات اخرين ديربيات كل ديربي وعنده عنده الذكريات ديالو فتنظر بان الديربي هو من احسن الديربيات اللي فرح الجمهور وخرجنا من هذاك النفق المظلم اللي دام اكثر من 13 سنه فبالنسبه لي انا تنظن بان الاعاره الاعاره فبالنسبه فاش ما تكونش عندك واحد المكانه في واحد في واحد الفريق فلازم عليك انك تبحث على واحد 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 المجال باش يمكن لك انك تبرهن فيه وانك تطور فيه فبالنسبه للاعب فالاشياء اللي يمكن لي تطور فيها هو عامل الوقت وعامل كيف تنقولوا لو طون يكون كبير فتنظن بان اللاعب بالنسبه لي ممكن انه يمشي اعاره واحد الفريق اللي هو اقل من الفريق الاصلي ديالو باش يمكن انه يبرز ويلعب واحد واحد المباريات كبيره وهذا الشيء تيخلي انه يطور الامكانيات ديالو لا التقنيه لا البدنيه وكذلك الذهنيه فصراحه فاش يكون الملعب مفتوح للجماهير في التدريب فتكون واحد الحماس اللي هو ايجابي وكذلك الجمهور فهو تيعرف المستوى اليومي ديال ديال اللاعب وتتكون واحد واحد الشغال بواحد الطريقه جيده تنظن بان الدخول ديال الجماهير التدريب فهو بالنسبه لي شيء ايجابي فشيء الجمهور فهو تياخذ واحد النظره شامله على الفريق وكذلك على اللاعبين فبالنسبه لي فهو تيعرف التشكيله ديال المقابله ديال الاحد قبل من يوم الاحد وهذا يعطي واحد 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 التركيز وكذلك واحد الشحنه ايجابيه بالنسبه للاعبين وكذلك اللاعبين الشباب فبالنسبه لي هذا الشيء اللي ما بقاش في الاونه الاخيره فتنظن بان الاشياء تبدلات وكذلك نوعيه الجمهور فهي تنوع تبدلات فما يمكنش ان الجمهور في الظرفيه انه يدخل الملاعب الشغب ديالو وكذلك المسائل السلبيه اللي تتفضل من بعض الجماهير صراحة بالنسبة لنا في أكرم فهو رجل اللي في المستوى الكبير رجل طيب ممكن خانته النتائج ولكن بالنسبة لي فهو دار عمل كبير ممكن بالنسبة لي فهو وجد واحد الأرضية لإيجابية لفاعل الناصري من انتدابات وكذلك من اللاعبين اللي ممكن ان بعض الاشياء اللي, بسيطه ممكن السيوله الماديه ما كانش في, الوقت ديال ديال في اكرم على عكس سعيد نافري فتنظن ان الاشياء الماديه هي اللي دارت الفرق بالنسبه للجوج ديال الجوج ديال الفترات فبالنسبه لنا في اكرم من من الرؤساء اللي اللي كانوا جيدين ممكن خانتوا النتائج فاكرم آه لعب جوج ثلاثه دي ديال لي فينال جوج ديال جوج ديال كوبا كوبا راب واحد ديال شامبيونز ليغ ممكن انه نفذنا ممكن كنا غادي يكون عندنا واحد الكلام اخر على الشخصين بجوج فصراحه فالمشاكل المشاكل ديال المشاكل ديال الليتيج ولا النزاعات تنظر بان الحكمه ما كايناش في التفير فما ان انني تندخل على سبيل المثال تندخل 100 درهم وباغي نخسر 200 درهم <applause> دونك هذا الشيء ما فيش واحد ما فيش واحد الحكامه <applause> بطبيعه الحال توازن بالنسبه للمداخل وكذلك باش تنصرفوا دونك ما كاين واحد التوازن دونك في اخر المطاف تنوقعوا في نزاعات مع ما ما مع, لاعبين ومن بعد تيكون هناك المنع فتنظن الشيء الاخير اللي ممكن انه غادي يحد من هذا الشيء هو التكوين فاش تنكونوا لاعبين انهم ما تقاموش علينا بواحد المبالغ اللي هي كبيره وممكن هذا اللاعب فاش يطلع الفريق الاول عنده 19 سنه ولا 18 سنه ممكن انه يلعب معايا واحد خمس سنوات ولا ست سنوات بواحد بواحد الراتب اللي هو جيد وما يمكنش انه يضر الخزينه ديال الفريق الفريق ومن بعد ذلك غادي يكون الاحتراف ديالو ممكن اننا نجنيو منه اموال طائله بالنسبه لهذا اللاعب فتنظن بان الحل الوحيد بالنسبه لهذه المشاكل هو تكوين ديال اللاعبين وكذلك اعطاء الفرصه لابناء الفريق باش يمكن انهم يبرهنوا على المؤهلات ديالهم وكذلك كاينين بعض اللاعبين اللي تجربهم في الفرق فالقيمه الماديه باش يجيهم اكثر من القيمه الفنيه والقيمه التقنيه ديال اللاعبين فهذا هو اللي اللي تيلعب واحد الدور اللي هو في البي وكذلك تنظن بان كاينين بعض الصمافره ولا وكلاء الاعمال فهما اللي آه اللي اللي تيبالغوا في 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 القيمه الماديه ديال اللاعب فتيقول لك باغي هذه الفرقه باغي هذه الفرقه باش باش يطلع الثومه الثومه آه ديال اللاعب فتنظن بان اذا كانوا آه رؤفاء لابناء آه أبناء المهنه وابناء الكره فتظن بانهم غادي يوقعوا في هذه المشاكل فباش نسميو كل الاشياء المسمياتها فبالنسبه في الحقبه ديال سعيد الناصري فتنظن بان كانوا توقعوا اللاعبين قبل ما يوقعوا المدرب فهذه اشياء اللي هي غير غير صحيه وغير غير منطقيه فتنظن بان اول حاجه للرئيس ديال الفريق انه يعين مدير رياضي وكذلك مدير تقني ومن بعد هذا الجيش افخاص انهم هما يعينوا المدير المدرب اللي مع الفلسفه ديال الفريق فكل فريق عنده لا ديان ديالو عنده الفلسفه ففلسفه فريق الوداد الرياضي ماشي هي فلسفه فريق الرجاء كل واحد والطريقه ديال اللاعب ديالو فهذا هو الاشكال في البطوله الوطنيه وكذلك المشكل ديال الفريق ديال الوداد الرياضي ولكن في هذا الموسم تنشوفوا ان الرئيس الحالي في فهم ايتمنى فهو انتدب مدرب قبل ما ينتدب لاعبين فهذا شيء ايجابي تنظن بان هاد اللاعبين غادي 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 يختارهم المدرب اللي مع الطريقه ديالو والفلسفه ديال اللاعب ديالو فبالنسبه فمنذ تعيين في شام كرئيس الفريق فشفنا التعاقد ديالو مع المدرب ومن بعد التعاقد ديالو بان اننا ####كاينين إنتدابات ممكن كانوا كاينين ربعه ولا خمسة إنتدابات <applause> أو بطبيعة الحال بطبيعة الحال ولكن هو# ال# هو# اللي مكلف ب# ب# بك# بكرة القدم ديال الفريق الوداد... من بعد ذلك ممكن انه يعين مدير رياضي ومن بعد ذلك مدير تقني باش يمكن ان تبدا الفرق الفنيه انها تفتعد البطوله لهذا الموسم غادي البطولة على فعيد العصاب وكذلك بطوله على صعيد البطوله الوطنيه فنظن هذو هما الاستراتيجيه اللي خاص يشتغل عليها الرئيس الحالي <applause> بطبيعة الحال فبالنسبة باش نكونوا واضحين اغلب الفروق الوطنية ما واحد المشروع اللي رياضي وما كاينش واحد الاستمرارية لا بالنسبة للمدير التقني ولا بالنسبة للاطول فبعد الانتهاء ديال المشوار الكروي ديالي فالحمد لله التجأت للتدريب فدرنا دورات تكوينية الجامعة الملكية لكرة القدم فهي مشكورة وكذلك الناس اللي مكلفين بتكوين ديال على ثم فتحي جمال فمشكورين فالحمد لله من بعد ذلك فعطات لي المهمه انني نشتغل كمدرب لفئه اقل من 15 سنه فالحمد لله اشتغلنا بكل بكل احترافيه وبكل بكل واقعيه فالحمد لله كانوا لاعبين اللي في المستوى الكبير من بينهم اللي كاينين دابا كاين طه مريد اللي هو في حارس ديال الفريق الاول كذلك كاينين لاعبين نادر لقماني اللي كاين في فريق وجده كاين لاعبين اللي في الامارات كاين لاعب اكرم نقاش اللي هو في أولمبياد دابا فهذوك كامل هذا الجيل كان معايا في في الفئه ديال الاقل خمسة سنه فالحمد لله كان واحد اللاعبين اللي في المستوى الكبير ممكن استمراريه ديال التكوين ديالهم ما كانش فهذا اللي خلى ان اغلب اللاعبين انهم ما توفقوش انهم يوصلوا الفريق الاول فهذا تعني بان الاستمراريه ديال المدرب ولا الاستمراريه ديال الاداره التقنيه في الفرق هي اللي تعطي واحد النجاح باش يمكن ان يستمروا اللاعبين ويوصلوا للفريق الاول بطبيعه الحال ولكن تنظن بانه حتى كان عنده ضغوطات فاش نشوفوا فريق فالجمهور حتى هو تي على تيركز تي على الفريق الفريق الاول فتنظن ان جميع 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 الرؤساء في الاولويه ديالهم هو الفريق الاول ولكن بالنسبه خاص يكون الفرق ديال الفريق الاول خاص يكون هو هناك تكوين ديال اللاعبين باش يمكن انه يكون الخلف ويستافد الفريق لا من الناحيه الماديه وكذلك من ناحيه الاستقرار فكلما كان فريق تضم لاعبين من أملا فريق فتكون واحد الاستقرار الكبير وما ما تيكونوش واحد المشاكل لا في الغرفه ديال الملابس فبالنسبة لي بالنسبه لي فانا مفتح على جميع المجالات لا مجال ديال التكوين ولا مجال ديال ديال المدرب ديال الفريق الاول فالحمد لله تحت الفرصه انني نشتغل مع فريق الرشاد اللي هو فريق ديال الحي ديالي في هشام شبوره ولا خالد فمشكورين اللي الفرصه انني اشتغلت مع فريق فريق الرشاد لا كمدرب ولا كمساعد ولا كمدير تقني في الفريق فالحمد لله عندي واحد العلاقه اللي جيده معهم فتحت لي فرصه ممكن ان الظروف وكذلك نوعيه اللاعبين ما تتخليكش انك تنجح فتنظن بان المدربين الكبار إذا ما كانوش عندهم لاعبين اللي في المستوى ما يمكنش انهم ينجحوا فبالنسبه لي فالحمد لله لا بالنسبه لي فانا من, من كيف تنقولوا من المدربين المكونين فتنامن بالشباب فتنتمنى من الله ان في قادم الايام ان تحت لنا فرصه اننا نشتغلوا في الفرق اللي عنده ظروف ماديه وكذلك بشريه باش يمكن لنا اننا كـ كـ كمدربين اننا ننجحوا مع الفرق بالحال الحال ف ف بالنسبه بالنسبه للمدرب فما لك انك تمنعه من الاشتغال ف خاصو يكون حر الفريق عند حر انه يشتغل مع اي مدرب فتنظر بان هذا الموسم ممكن ان تبدل تبدل القانون فالمدرب عنده الحق انه يشتغل جوج ديال 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 دي 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 المرات فهذا شيء ايجابي فتنتمنى ان ان جميع جميع القوانين انها تصب في النجاح ديال الكرة المغربية اللي حنا الأبواب ديال كأس العالم في 2030 فلازم لا للمدربين لا للمؤطرين لا للجامعة لجميع المتداخلين في الكرة المغربية أنه يديروا يد يمكن أننا البطولة الوطنية ترقى واحد المستوى الكبير وكذلك إرقاء تكوين ديال المغرب واحد المستوى الكبير باش يمكن أننا نطعمه لا الفرق الوطنية ولا الفرق ديال المنتخبات بطبيعة الحال ف... فبالنسبة للاعب فهو بحال كيف تنقولوا بحال تيشتغل في واحد في واحد الشركة فما يمكنش أن لاعب لع... ولا مستخدم في واحد الشركة أنه يعطي واحد المردود إذا ما كانش في واحد الظروف اللي اللي هي جيدة وعنده واحد التغطية الصحية باش يمكن أنه يشتغل في واحد الأريحية و... ويعطي واحد المردود جيد تنظن بأن هذه بادرة حسنة بالنسبة لل... للجامعة الملكية أنها توفر أه... واحد الحماية أه... صحية وكذلك اجتماعية بالنسبه للاعبين باش انهم يشتغلوا في واحد الظروف اللي مريحه وممكن انهم في هذه الظروف المريحه انه يكون عندهم واحد المردود جيد فاش يكون واحد المردود جيد غادي يكونوا الفرق تا عندهم واحد المستوى الكبير ومن بعد غتكون البطوله في واحد المستوى اللي جيد اولا تنشكركم على الاستضافه وتنشكر جميع الفرق الوطنيه وخاصه جمهور فريق الوداد الرياضي اللي تنظن بانه من بين احسن الجماهير اللي كاينه داخل المغرب ولا خارج المغرب تنتمنوا انهم يتلفوا على الفريق وكذلك على المكتب المثير الحالي وكذلك يعطيو يعطيو واحد الفرصه للمدرب الجديد ويعطيو واحد الثقه ويصبروا عليه شويه باش يمكن انه يحقق واحد النتيجه ايجابيه لانه هو مدرب كبير لازم انه يشتغل في واحد الظروف اللي هي كبيره بطبيعة الحال فبالنسبة لي في الأمنية ديالي هو الفريق الفارق ديالي اللي باش نرجع ليه واحد الشيء اللي, اللي قليل فالحمد لله تحت لنا فرصة أننا نشتغلوا في الفرق السنية فالحمد لله التكوين ديالنا فهو تكوين مستمر فالحمد لله غادي ناخذوا أكاف ممكن ان نتحليل الفرصه ان نشتغل في الوداد ونعطيو الخبرات ديالنا للاعبين الصغار للاعبين الكبار باش يمكن اننا الفريق ديالنا يكون في واحد المستوى الكبير ويدي القاب ويدي بطولات وهذا الشيء كامل تيصب في في تطوير الكره المغربيه ميرسي بوكو شكرا ميرسي بوكو قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير في وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي